لقد رأيت الرسول وكان يحفر بيده مع المسلمين. إنك لم تقل لي أين تم حفر الخندق؟ في شمال المدينة. لماذا؟ لأن المدينة تحيط بها الجبال وبساتين النخيل من كل الجوانب، فيما عدا جهة الشمال المكشوفة التي نحفر بها الخندق، وجهة الجنوب التي يسكنها بنو قريظة. وهل يأمن الرسول بني قريظة؟ إنهم على عهد مع رسول الله. ومنذ متى واليهود يحافظون على عهودهم؟ أنسيت بني قينقاع وبني النضير؟ لم أنس، ولكني على يقين بأن الله سيحفظ رسوله.